بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير
عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير الله عليك يا مولانا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم لا إله إلا الله اللهم صل وسلم وبارك على ذلك وَمِنَ اللَّيْلِ
الضيف وَذَرِينَا مِنَ الظَّالِمِينَ
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء فبأي آلاء
ربكما تكذبان Oh,
الله 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 يا سلام سبحانه وتعالى. طيب عليك ويديك ويعطيك يا رب يا عم الحاج كمان. نعم نعم نعم. وهو القاهر فوق عبادك جل شأنه. وهو القاهر فوق عبادك ويرسل عليكم حفظه. نعم نعم. حتى وما عملت من سوء تود له أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله وَنُوحًا وَآدَمَ
ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محرما فتقبل إنك أنت السميع العليم الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم Bye.
فإذا جاء بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليه وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم
رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من
أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات Thank you.
ذنوبك إذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. وخلقناكم أزواجا وجعلنا
يا الله يا الله
ما في احلى من كده. سلام عليك يا اخي. يا دوب لسه في السلام عليك يا اخي. والله فينا فحات فينا فحات. ايوه كده. Nah.
ودخل المدينة على حين غفلة والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ولا تكسروا الميزان والأرض
صلى على النبي.
بارك الله في أمثاله وسلم عليه. الله يفتح عليك الضحى والليل
خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى فمن
كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لا أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون
فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم Thank you.
Mm-hmm.
والثاني الذي أطاعه